سجل عليك. السلام. سلام. ايه يا ابو هادي؟ ايه احنا على ظهر سالفه. دقيقه خلنا ننزل من ظهرها. يلا تكلم. بسام قال على بطل السالفه. قال انت مش تقولوا على ظهر. عندك كم سالفه ولا اقول لك اللي بخاطرك؟ قول. ليه كم احنا 44 يوم سكربت صح؟ 44 يوم وانا ابي اكون سفير. الحمد لله صرت. طيب. بس يعطوني مقطوع عليه. قبل يعطوك اياه. ليه يعطوني اياه؟ هذه السلام والرحمة. انا اطالب. اسمع لا هذه مو مريحة باللبس تطيح. انا اطالب. اسمعني خلاص خلينا نكمل. ترى احنا على قدين رد عليك الناس اللي احسن منك. ريان. قلت. ريان. الناس ليش؟ اللي احسن منك. الملائكة احسن منك انت؟ الملائكة احسن منك. اي والله انا احسن منك. ريان على قولت بسام على بطني. احسن من فرتك يا سيا. ماني صادق. اي يا عبد الله انا طالب زينك اللي داره بشكل عام خصيصا ابو عيسى يجيب اشتريه جديده ان ما جاب اشتريه انا بنسحب من البرنامج شئت بنسحب اذا ما جاب اشتريه شئتم اما بيتم صعد الموضوع اقول كذا والله اي امسك عشاربك صعد الموضوع ابو شلهي يلا سيار تكفى اشريه ترى لما اكون قد كلامي مو لازم احط ايدي على شنو لا هذا موقف قوي يعني ما له شغل البث لا كلمتي تكفي ما له شغل الشعر هذه الشعر هذه ما له شغل لا لا ما له شغل الشعر الشعر هذه بكره راح تطيح ولا تساقط ما له دخل يعني الحين رابط تقيس كلماتك فعلك وش نبك احنا نبي نشوف صملتك انا كلمتي وحده اذا ما جاب الاشتريه بكره خلال يومين بكره ما جابه تسحب من البرنامج انا باخذ اغراضي بمسك الباب حلو حتى ما نمكن الميدان ابراهيم جديد بنزل اغراضي من فوق وبمسك الباب يعني رابط وجه للحفر يعني رابط علاقه يا صرح قوي انا عبد الله يعني رابط قوي تدري ليش يعني علمتك عدالة كلامي ابو علم عندي الاداره تسمع لو انسحبت تتكفل البث عبد الله شلهيب زيد الشاري بيستقيل شلهيب ناصر الحربي بيطلع من الاعداد عشان بس عبد الله شلهيب عبد الله شلهيب سام رابط علاقتك بالبرنامج ايه ايه رابط لا ما ابي منك ابي من ابو عيسى بنفسه جيب لي ابره وخيط وخيطها لك رحت له جيب لي ابره وخيط وخيطها لك رحت له ما عندهم لا انت مقعد وانا قايل قد كلمتي ان ما جاب لي انا بنسى انا ما راح انسحب لا لا يا عبد الله لا والله ما يجيب ما نستغني عنك يا ابو عابد ما نستغني والله ترى كلمتك محسوبه احسبها ترى هي محسوبه ما عليك ما عليك ابو عابد يا حبيبي ان شاء الله ما يجيبون لا بيجيبون الاداره اجل الله ما بياخذ المركز الاول عشان لا طلعت يا رجال اصلا باخذ بوجودك ولا بدون رجاله يا رجال سيف الحار الرئيس بيان عوام تلعبون على الاول ايش بكم لبيه اي نلعب على الاول ما نلعب الا على الثقيل مع احترامي لكم ما نلعب الا على الثقيل الاول لا راح سيف الحار ما اخوذ بشيء عليك زود يستاهل في ذمتي اذا اخذ ابو محمد يمكن انا اللي اخذته لا عاد ثالث عاد ثالث والله اني صادق وانا اقول ايه الثاني حق مشعل احنا وبالحرط حق يا اخوي حق الجمهور يا كم واحد اخذ الاول هو ما يستاهل نجم الجمهور كم واحد طلع يا كم واحد مو مقصد قلت والله ما حق سياب قويه لبس سدريه ولا بكفلها والله اني مقصدك سياب تكفلها ويا محمد عيسى لا تعطيه سدريه اسحبها منه واسحب السفاره زي ما اسحب السياره عبد الله فالح سياب يعني والله اني ما اقصد بس انت حمست كلمتك هذه زعلت ان ما رضيت اني بنسحب لا 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 تطلع عبد الله لا ما نفقدك لا لا لا